المشاهد الكريم، احبابنا اصدقائنا اللي تيتفرجوا فينا، كنتمناكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده، واللي غيتفرجوا فينا مستقبلا مبروك عواشركم، تدخل لكم الصحه والسلامه ان شاء الله. ما بقى العيد الا ايام، الله يدخل لكم الصحه والسلامه نتوما وليداتكم واهلكم وحبابكم، وتدوزوه بخير وعلى خير. اليوم غنقترح عليكم كنافه او ميني كنافه ان شاء الله بالجبن، كتجيو غزاله ومويه للمناسبات، عملوها يعني ما كتطلبش وقت كتير وبمقادير جد متوفره وبسيطه ان شاء الله. بقوا معنا باش تشوفوا ان شاء الله الطريقه، ومرحبا بكم. السلام عليكم من جديد مشاهد الكريم، غنبقاو ان شاء الله مع المقادير. عندنا نصف كيلو ديال الكنافه مجمده، غادي نقطعوها ان شاء الله غنشوفوا فيما بعد. عندنا 300 غرام ديال جبنه الموتزاريلا، عندنا كاس ديال الزبده المذوبه او كنخليوها فوق النار، كتمشي الماء ديالها وكتمشي الملح ديالها، كتعطينا هاد اللون الذهبي كي كتشوفوا معنا. كاس كامل ديال العنبه، عندنا حبيبات ديال البيستاش، عندنا ايضا حبيبات ديال اللوز التزيين، وعندنا ايضا الفاكهه حبيبات ديال الفاكهه المعسله. بالنسبه ان شاء الله المول اللي غنخدموا به هذا المول ديال الميني كيك، وايضا غنخدموا به الميني كنافه، ايضا غنخدموا بهاد المولات، هاد لي مول هادو كيجيو حتى رائعين زوينين، غنقدموا بهم شكيلات غتشوفوهم معنا ان شاء الله. كنديروها في مولينكس باش نسهلوا علينا الخدمه، لانها مجمده، اللي بغى يتبعها يدويا بالسكين مرحبا. حنا غنسهلوا علينا الماموريه، غنديروها دوره وحده، ماشي غنسحقوها كي الدقيق، مي دوره وحده باش تحل من هذيك لانها مجمده هكا. كنكبو زيت، كنحاولوا نحلوها بحال هكا تجانس مع بعضياتها. باش نهلها شويه كنزيدو الزيت،
نحاولوا نضغطوا عليه مزيان بهذه الطريقه. نعمرو هاد الجوانب ونضغط واحد شويه. بعد ما طابت الميني كيك او الميني كنافه ديالنا، كناخذوا الحبات ديال المعسلات ديال الفواكه، كنقطعوهم صغيرين قطع صغيره، كنعملوهم هنا واحد الحبيبات الجول. نضيفو عليهم حبات ديال الفستق او البيستاش وحبات ديال اللوز. بعدنا حمصناهم في الفرن، نديرو معاهم واحد الملعقة ديال الكليكوز وهو اختياري، كل واحد شنو تيحب يدير. كلي كيدير العسل كيكتفي بالعسل، وكنديروه على نار مهيله. شبابنا اصدقائنا المشاهد الكريم، مبقى الا نودعكم. كنتمنى الكنافه او ميني كنافه عجباتكم، وشكرا جزيلا للمتابعه، وبشركم مباركه، تدخل لكم الصحه والسلامه ان شاء الله. وما تنسوناش بالبارطاج والتعليقات زوينه وبلي لايك وبلي زابوني ايضا. وشكرا جزيلا والى اللقاء،
وعواشركم مباركة، تدخل لكم الصحة والسلامة إن شاء الله.